يعقد مجلس الأمة جلسة عادية لاستكمال النظر في البنود المدرجة على جدول أعماله التي بدأها أمس، وأبرزها النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 17. ومن المقرر أن ينظر المجلس في طلبات تشكيل لجان مؤقتة، ومن بينها مقترح تشكيل لجنة بشأن متابعة حلول المشاكل التي تعاني منها المناطق الجنوبية في البلاد، وآخر بشأن الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي. إذن مشاهدينا، وللحديث أكثر حول جلسة اليوم ينضم إلينا من مجلس الأمة مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل نواف شراكي. نواف، حياك الله معنا، هل تطلعنا أكثر على تفاصيل جلسة اليوم؟ تحية لك سعود، وتحية كل من يشاهدنا الآن عبر موجز الأخبار في تلفزيون دولة الكويت. سعود، احنا متواجدون الآن ومستمرون معكم من مبنى مجلس الأمة لتغطية الجلسة التكميلية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 17 بمجلس الأمة. سعود، جلسة اليوم وهي الجلسة التكميلية مستمرة ومنعقدة حتى هذه اللحظة منذ بدايتها في الساعة 9 صباحا، وتم مناقشة البند الخامس والمتعلق الرد على الخطاب الأميري. هناك العديد من النواب مسجلين للتحدث في هذا البند، أعطيت 10 دقائق وإضافة 5 دقائق أخرى إذا احتاج النائب في الحديث، لكل نائب طبعا. حتى هذه اللحظة من انتهى من النواب في الحديث هم 13 نائبا تحدثوا في البند الخامس. بالنسبة لجلسة اليوم هي استكمالا لجلسة أمس وهي الجلسة العادية لبنود جدول أعمال الجلسة العادية. قد ندخل أو لا ندخل في البند السادس المتعلق في موضوع البديل الاستراتيجي، وحتى هناك بنود أخرى متعلقة في طلبات المناقشة، متعلقة في تسكين الوظائف الشاغرة، وأيضا بالنسبة لموضوع تثبيت الأسعار ومناقشة مراقبة الأسعار وتحديد أسعارها، وبالنسبة أيضا للمنتجات والسلع هناك طلبات مناقشة متعددة في هذا الجانب. ولكن كل هذا الأمر سوف يكون ويترتب عليه بعد الانتهاء من البند الخامس، إلا إذا كانت هناك طلبات نيابية أخرى لا نستطيع أن نحددها إذا تقدم أو لا تقدم، ولكن نحن مستمرون في البند الخامس في الجلسة التكميلية. قد من المتوقع أن ترفع الجلسة بعد دقائق لأداء صلاة الظهر، ومن ثم سوف يستكمل المجلس مناقشة البند الخامس. غدا الخميس هناك جلسة خاصة متعلقة في مناقشة قانونين، قانون المدن الإسكانية وأيضا قانون ربات البيوت، هذا في جلسة غد الخميس. نعم نعم، كل الشكر لك زميلنا نواف شراكي من مجلس الأمة، وأيضا سنلتقي بك إن شاء الله في نشرة الثالثة بإذن الله.